الكرام، في هذه المرحلة تقدم أمامكم المحاضرة العربية. أدعو لك يا أخي الصغير لتقدم المحاضرة العربية. أدعو لك يا أخي ذهين أبرار. التحريك تي في أهيرالوي উদ্ভাসিত জীবনের জন্য. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، اسمي أبرار جاهل، أدرس في صف الطفل، يريد أبي أن أكون خادما خالصا لدين الله تعالى، فلذا التحقني في هذه المدرسات المشهورة حقا يكون فيها خدمة قادسة وإصلاحا صحيحا تصلح المعلمات خطايانا الكبيرة ولا تتركوا خطايانا الصغيرة أيضا. ممثلا تحويل اسم السيئات وأداب الأطعمة والأشربات وأداب الجلوس وأداب التكلم وأداب البكاء والضحك. إن قبل نصيحة معلمتنا حقيقة، إن شاء الله نكون قادما خالصا لدين الله تعالى. نسأل دعاء كنا كي نفهم أن في نصيحة المدرسات خيرا كثيرا، وإن نقرأ اللهم وفقنا وتقبلنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.